أهلا بكم في المحاضرة السادسة من محاضرات تعليم الكتابة على الكمبيوتر دون النظر للكيبورد. قبل ما أبدأ المحاضرة نفسي أشكركم، أشكر كل حد شارك معنا في القناة، شارك برأيه وشارك بإعجابه وشارك بأنه قال تعليقاته، وتعليقاتكم كلها جميلة جدا. ده بيشجعنا أكتر إن احنا نكمل باقي المحاضرات ونقدم أكتر من برنامج وأكتر من سلسلة تعليم. دوت برضو بيبين لنا كم المحاكاة اللي بيننا وبينكم، وبرضو لو في أي تعليقات هتقولوها احنا بنقبل كل التعليقات. زي ما اتعلمنا قبل كده احنا خدنا مع بعض ده صف الارتكاز، لكن احنا بدأنا في المحاضرة اللي فاتت اللي هي المحاضرة الخامسة بدأنا نخش في الصف العلوي، الصف العلوي اللي هو الصف فوق صف الارتكاز اللي هو الصف ده. بنحط ايدينا في الأول صوابعنا كلها على صف الارتكاز، حرف كاف ميم نون ت دي الإيد اليمين، شين سين ي ب دي الإيد الشمال، ده كده صف الارتكاز. بثبت إيدي، أي حرف بقوله في الصف العلوي بطلع صباعه وبنزله تاني. النهارده هناخد أربع حروف، الح والخ والصاد والضاد. الحروف ديت كلها موجودة في الصف العلوي وهنعملهم حسب التمرينات اللي احنا هنقولكوا عليها. هنعمل التمرين الأول، احنا هنعمل حرفين الح والضاد. فالح بتعمل بالصباع البنصر أو الصباع الصغير في الإيد اليمنى، يبقى أنا هطلع الصباع الصغير على حرف الحاء وارجع تاني على حرف الحاء وارجع تاني، يبقى انا بعمل حرف الحاء بالصباع الصغير اطلع صباعي وانزله تاني، يبقى ده حرف الحاء. بنفس الطريقه حرف الضاد بس بالايد الشمال، بطلع صباعي الصغير عند حرف الضاد وارجع تاني، تملي ايدي ترجع عن صف الارتكاز، يبقى بخبط حرف الضاد وارجع تاني. وانا بشتغل في التمرين نفسي ننطق بصوت عالي كل حرف نعمله، على اساس النطق دوت هيطبع في اذهاننا اكتر. هنعمل مع بعض التمرين الاول، هنعمل ح مسافه ضاد مسافه، 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 ح مسافه ضاد مسافه. كده عملنا التمرين الأول، اتدربنا على حرفين الحاء والضاد. هنعمل التمرين التاني وهناخد حرفين هما الخاء والصاد. الحرف الصباع الخاء هتتعمل بالصباع اللي جنب الصباع الصغير اللي هو الصباع ده، هدوس على حرف الخاء وهرجع تاني، هدوس على حرف الخاء وارجع تاني. نفس الطريقة حرف الصاد بالصباع اللي جنب الصباع الصغير اللي هو ده، هدوس على حرف الصاد وارجع تاني. هنعمل التمرين التاني حرفين الخاء والصاد، فهنعمل خاء مسافة صاد مسافة، خ 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 مسافة صاد مسافة. كده عملنا التمرين التاني. انا نفسي اقول لكم ان كل التمرين بنعمله بنكتب فيه على الاقل صفحة وورد كاملة بنفس التمرين، يمكن احنا بنعمله مرة واحدة عشان نوريه لكم، لكن في التدريبات بتاعتكم تعملوا التمرين بالصفحة كلها بحيث ان ينطبع في اذهانكم كل حرف يبقى نصبعه بالظبط. هنعمل مع بعض التمرين التالت. احنا خلصنا الاربع حروف، لكن التمرين التالت هننوعه شوية، هنعمل حرف الح والخ مع بعض، حرف الح والخ. فزي ما اتفقنا الح بالصباع الصغير والخ بالصباع اللي جنبه، فاحنا هنعمل ح مسافة خ مسافة، 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 ح مسافة خ مسافة. يبقى كده ده التمرين التالت. هنعمل التمرين الرابع مع بعض، هناخد حرف الضاد وحرف الصاد. حرف الضاد بنعمله كده ونرجع، والصاد بالصباع دوت ونرجع تاني، يبقى ضاد مسافة صاد مسافة، 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 ضاد مسافة صاد مسافة. دول الأربع تمارين. نفسي نعمل كل تمرين في ورقة كاملة من صفحات الوورد ونتدرب عليه كويس أوي لغاية ما أحس إن أنا حافظ الحروف في ذهني.
يعني مجرد ما الحرف يتقال انا بعرف اجيبه. وفي كل مرة زي ما اتفقنا بنرجع لصف الارتكاز. بكده نكون خدنا 8 حروف من الصف العلوي، 8 حروف من الصف العلوي المفروض نبقى حافظينهم. يا ريت كل تمرين كل فترة نرجع نعيده تاني مع نفسنا، الحروف تتحفظ معانا. نفسي كل حد استفاد من المحاضرة يعمل معانا لايك او شير او سبسكرايب، وبشكركم على حسن المتابعة.